طب سيادة المستشار، يعني في البعض بيخلط ما بين دعوى الطرد ودعوى الإخلاء، هل الدعوين نفس الخطوات ونفس الإجراءات ونفس الهدف ولا مختلف؟ بس ناخد الأستاذ عادل الأول ونرجع. الأستاذة منى، مساء الخير أستاذة منى. الأستاذ عادل تفضل. أيوة يا فندم، حضرتك. أهلا بحضرتك، تفضل. أهلا بحضرتك. دلوقتي في واحدة قاعدة بلطجة في شقة من 2016 بفورة. يعني مش معاها عقد؟ معاش أي حاجة، كنت كاتب عقد لبنتها وبنتها قالت لها هشهد معاك إن هم مش عايزين يخرجوا. بنتها دكتورة اسمها دكتورة فاطمة، محترمة يعني. يعني العقد باسم بنتها؟ باسم بنتها، بس قالت لي لو أنت عملت عقوبة قانونية تيجي عليا أنا وأنا ماليش ذنب. فدلوقتي ازاي اثبت ان اهلها هم اللي مش عايزين يخرجوا من 2016 والعقد انتهى مدته بقاله سنتين وقاعدين وما بيدفعوش ايجار طول المده دي؟ يعني بقالهم سنتين العقد منتهي. منتهي وما بيدفعوش ايجار. طب حضرتك ما اتخذتش اي اجراء قانوني يا استاذ عادل؟ لغايه دلوقتي ما خدتش، لان كان بيهددوني بصراحه هم اللي كانوا بيستنفذوا مني فلوس على اساس ان هم يخرجوا. يعني معايا وصلات تثبت الكلام ده من البنك الاهلي، كان كل شويه تقول لي هات 10 ونخرج، 5 ونخرج، 10,000 يعني. تمام. وابعت لها فعلا وما تخرجش. تمام. طيب شكرا لحضرتك. بيهددوني بالقتل وكده، فايه الاجراء اللي اعمله؟ لانه بيهددوني بحاجات كتير، تقول لي اجيب السعيد كلها تقعد لك في البيت. حاضر يا استاذ عادل، حاضر. شكرا لحضرتك. دلوقتي العقد انتهى بقاله سنتين. ايه الاجراء، الخطوات؟ هو المخطئ ما كان قبل انتهاء العقد بشهر بينذرها بإنذار رسمي على يد محضر بإن عدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار المؤرخ كذا. ده خطوات مهمة. طبعا. يعني إحنا طالما بنلجأ لقانون مدني العقد شريعة المتعاقدين، قبل ما تنتهي لازم أختار. لازم أختار. إيه الخطوات يا سيادة المستشار؟ الخطوات إني بيختارها بإنذار رسمي على يد محضر. ده قبل انتهاء المدة؟ قبل انتهاء المدة بشهر. بيقول لها أنا لا أرغب في تجديد عقد الإيجار المؤرخ كذا 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 وبياناته كذا، ويذكر طبعا الشقة وأوصافها. بعد كده هو يرفع دعوة بعد ما ينتهي هذا الشهر، اللي هو مثلا انتهى عقد الإيجار في 1/1/23، يروح في 1/1/23 يرفع دعوة. دعوة إيه بقى؟ دعوة انهاء عقد الايجار واخلاء لعدم الرغبه في تجديد العقد. النقطه الثانيه، اذا كان له قيمه ايجاريه متاخره الزاما بسداد القيمه الايجاريه. النقطه الثالثه، من حقه يطالب بتعويض لعدم تسليم العين في ميعادها وعدم سداد القيمه الايجاريه. طيب يعني قضيه واحده مشفوعه ب ثلاث طلبات. طيب يعني دلوقتي في كتير مثلا معاه شقه وقافلها وعاوز ياجرها سنه او سنتين، ولكن بيخاف انه فعلا زي الواقعه دي تحصل معاه. هل في خطوات افضل؟ يعني نسجل العقد في الشهر العقاري او ناخد عليه صيغه تنفيذيه تسهل لنا بدل ما نرفع دعوه بيها؟ هو المفروض تسجيله في الشهر العقاري ويتقدم التسجيل من الطرفين، وده ما بيحصلش. يعني بس ده أفضل، التصديق عليه في الشهر العقاري ده أفضل. علشان قاضي الأمور الوقتية دي أمر بالأخر، وده ما بيحصلش. وغالبا في العملي إن قاضي الأمور الوقتية يقول لك رفع دعوة موضوعية، لأن ربما يكون في ناس تضرب عقد عشان يخلي واحد او بتاع او كلام ده، فما بيقدرش يحكم بيه بصفه مستعجله. يعني لو راحت لخبراء امد يطول التقاضي طال. فالاحسن ان هو يتربص للساكن طالما هو مش عايز يعمل امتداد للعقد ورغبته في عدم تجديد العقد، يبقى على طول قبل انتهاء العقد بشهر ويبتدي رفع دعوة. من حقه في الحالة دي بيديله انتهاء عقد الإيجار والإخلاء، ومن حقه يديله القيمة الإيجارية المتأخرة، ومن حقه يديله تعويض عن انه هو يعني لازم يتخذ الإجراءات القانونية ويسرع في كده. لازم.
تمام. الأستاذ أيمن مساء الخير. مساء النور. أهلا بحضرتك يا فندم، اتفضل. أهلا بحضرتك. أنا كانت بس عندي استفسار كده. أنا صحيح. عندي شقة دور أرضي. أيوة فندم. أجرتها لمدة 3 سنوات لشركة. أيوة فندم. المستأجر جه عايز يلغي العقد. أيوة فندم. بعد 3 شهور. بس أنا عايزة أعرف هل هو يعني لما يجي يتركها هيكون عليها ضرائب؟ يعني هي متسجلة هيكون عليها يعني ضرائب؟ يعني عايزة تطمني إن خالية من أي مسؤوليات قانونية، سواء ضرائب يعني أو مرفق المياه أو الكهرباء أو غيره. يعني حتى لو يعني ما فيش أي إجراء أعرف إن هو عمل لها بطاقة ضريبية أو لأ؟ يعني حضرتك سؤالك يا فندم إنه عاوزة تعرفي هل الشركة دي عليها ضرائب علشان ما يرجعوش على حضرتك؟ أيوة. حاضر يا فندم، حاضر. في أي استفسار منها يا فندم؟ لا شكرا. شكرا لحضرتك. إزاي تطمن إنه الشركة دي مش عليها ضرائب؟ إن هي خايفة هو يمشي والضرائب ترجع عليها. هو ممكن تروح مصلحة الضرائب وتسأل، ممكن هي بنفسها وتسأل، في لأنهم عندهم الداتا وعندهم الكمبيوتر بيظهر فيه إن دي عليها كذا كذا. ممكن أرضا تروح الحي وتسأل إن الشركة دي واخدة ترخيص من عدم. النقطة الثالثة، العين لما تكون الضرائب ليها، العين لما تبقى محملة بضرائبها، ما هي خايفة من كده، واخد بالك. أنا لو رفعت مستأجر منك يعني مثلا مكان عملته شركة أو مشروع أو محل أو خلافه، فجيت أنت رفعت علي دعوى طرد، الطرد أو الإخلاء في الحالة دي بيطهر العين من الضرائب. قضية يعني دعوى الطرد والإخلاء تطهر العين، تطهر العين من الضرائب، لأن في سبب. وبقدم في الضرائب ما يفيد أني أنا رفعت على المستأجر دعوى إخلاء أو طرد. يعني حضرتك تنصح أولاً ممكن تروح مصلحة الضرائب اللي كائنة في مقر العين، تروح مصلحة الضرائب وتسأل أن ليه في ليهم ملف ولا لا. طب نفترض في ملف يا فندم، ونفترض العين محملة بالضرائب، يبقى هنا وحينه العلاقة الإدارية تعمل إيه في الحالة دي؟ يجيب لي ما يفيد أني تم التصالح من الضرائب وانتهى لآخر آخر ميعاد اللي هو السنة اللي هيخلي فيها، اللي هو السنة المالية. السنة المالية. تمام. طيب الأستاذ مكرم مساء الخير. مساء الخير يا فندم، لو سمحت ممكن أكلم سيادة المستشار؟ معاك يا فندم، اتفضل. لو سمحت يا فندم، حضرتك أنا مأجر شقة من 20 سنة بتوكيل، بعد توكيل من ابن صاحب البيت. ايوه فندم. من حوالي 2 سنين رفع عليا ابنه، رفع عليا قضيه او بصفه انه بصفه ابوه رفع عليا قضيه، قال لي العقد ده باطل عشان انت واخد العقد بتوكيل من 20 سنة، بتوكيل واخده بتوكيل مش واخده مني، من المفروض تقعد 3 سنين بس. حضرتك رفع عليا في اول درجه انا كسبها، انا عملت استئناف كسبتها. حضرتك رفع عليا دلوقتي، هو رفع عليا دلوقتي نقض. كنت عايز اعرف انا موقفي ايه. حضرتك مستاجر استاذ مكرم، انت مستاجر. مستاجر واخد الشقه دي على 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 على, 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 على الطوب، مش طبعا ايجار ومحار وبلاط مكتوب كده في العقد. طب واخد توكيل ليه يا فندم؟ ايه؟ اجر بتوكيل ليه؟ ابوه كان مسافر بره السعوديه، كان الاب كان مسافر السعوديه والابن هو اللي كان ماسك البيت. فالاب هو اللي اجر لك وكتب 20 سنه بتوكيل. لا حضرتك، لا انا المؤجر من 2002. انا دي انا دي استاذ مكرم، من حوالي 30 بس. استاذ مكرم، هو العقار بتاع ابنه. لا العقار بتاع ابوه، بتاع ابوه. واجر لك بتوكيل، وجالي بتوكيل. بتوكيل ليه؟ طب ما هو المالك. ما حضرتك هو مش المالك، ده ابوه اللي مكتوب اسم العقار باسم ابوه، وعمل له توكيل عشان هو الاب مسافر السعوديه. سنه كام؟ 2002. 2002. يعني الابن استاذ، عشان تبقى الامور واضحه، الابن هو اللي اجر لحضرتك. تمام. بتوكيل. بتوكيل. فعلشان كده القانون بيقول للتوكيل 3 سنين يعني.
ثلاث سنين بس حضرتك من 20 سنه بياخد ويديني وصولات وابنه ياخد وكله جميع اولاده بيديني وصولات لحد من حوالي 30 3 ارفع عليا قضيه انا كسبها في الاول درجه تمام. انا عملت استئناف كسبتها رفع عليا نقض كنت عايز اعرف موقفي هو حاليا طيب. انا كسبتها في الاستئناف طيب ماشي يا استاذ مكرم شكرا لحضرتك ايه الموقف هنا 559 من القانون المدني قال لك للوكيل لا يجوز له ان يؤجر ازيد من 3 سنوات من 3 سنين اه طب هما استمروا مع بعض حوالي 17 سنه ساكتين ما يعتبرش ده موافقه ضمنيه اذا ثبت انه الابن ده كان يتعامل مع المستاجرين كظهوره كظاهر ملك الظاهر ففي الحالة دي ممكن علشان كده اعتبرها القاضي هو الملك الظاهر وبالتالي عطاله حكم لصالحه عطاله حكم في الاستئناف فهو ظهوره لأن في أحكام محكمة النقض وخدنا فيها أحكام في هذا الصدد أني إذا اعتبر الشخص ظاهر انه هو الملك الظاهر للعين وهو اللي بيتعامل في العين وهو اللي بيحصل القيمة الإيجارية وهو اللي بيحرر عقود الإيجار هو الملك علشان الظاهر. كده الأستاذ مكرم أخذ حكم لصالحه في الاستئناف في الاستئناف طب موقفه إيه في النقد هو بيسأل على كده في النقد برضو غالبا يقضى فيها يعني بتأييد الحكم مش تأييد يعني يعتبر جدل موضوعي عدم قبول الطعن عدم قبول الطعن لأن ده جدل موضوع لأن المحكمة الاستئناف ردت على هذا الرد باعتباره يعني انطمن الأستاذ مكرم الملك الظاهر وهو الذي كان بيدير أملاك والده وكان هو المتواجد وإن الشخص ده كان في السعودية وهم لم يروا المالك الأصلي إن ده اللي قدامهم وهم اللي تعاملوا معاه وكل السكان تعامل معاه والكلام ده تمام يعني اطمن إن شاء الله يا أستاذ مكرم وننتظر منك تليفون تطمننا إن شاء الله الأستاذ محسن مساء الخير يا فندم أستاذ محسن ألو. اتفضل يا فندم دلوقتي أنا أخويا قعد ناس من مدة كبيرة من 5-6 سنين في الشقة وقاعدين من غير بيت ورثة يعني وبعدين الناس اللي قاعدين دولت سمعت إن هم بيساوموه بياخدوا منه فلوس فبعدين هو يعني استسلم للأمر وما عرفش يعمل أي حاجة لأنه هو لا مؤاخذة يعني كده إيه شلاه يا أهل الله فاحنا بيت ورثه جينا نقول لهم اخرجوا قالوا لا ده هو كاتب لنا عقد تمليك وما فيش معاهم الكلام ده بيدوروا عقد بيضربوه معاه عقد تمليك ولا معاهم عقد ايجار معاهمش اي عقود ولا اي حاجه طيب وانتوا عملتوا اجراء ضدهم ما هو انا دلوقتي لما جيت اكلم اخويا قال لي هيخرجوا خلاص وبعد كده فاجئني ان هم ما خرجوش من تمام. مده تمام فدلوقتي عايزين نعرف احنا مش عاملين فرد وتجنيد هم عايزين يدوروا عقد ويقعدوا لان في محامي شمال مفهمهم ان هم لو قعدوا مده معينه بعد 15 سنه من حقهم يملكوا المكان فهم عندهم عشم ان يقعدوا بالفتوانة كده المده طب دي. قعدوا بقالهم قد ايه هم يا فندم؟ بقالهم 6 سنين 6 سنين طيب لكن معهمش عقد وخاربين البيت ولاعبين دخلوا العين ازاي؟ دخلوها ازاي؟ نعم دخلوا العين على اساس ان هم يقعدوا ايجار وبعد كده لقيناهم استهبلوا لان حصلت حاله وفاه لوالدتي وما صدقوا ان احنا تلهينا في شويه ظروف كده ومشاكل طيب يا استاذ محسن الشقه دي لو تم التقسيم هتكون من نصيب اخوك يعني الحصه بتاعته ولا اقل من الحصه بتاعته؟ لا تبقى يعني اقل من الحصه بتاعته اكتر من الحصه بتاعته اكتر من الحصه بتاعته هو يعني اخوك متفق معاكم يعني انه هو ولا الشقه دي من نصيب اخوك انتوا عندكم تقسيم عرفي تقسيم عرفي مش من نصيب حد ده ورقه لا لسه ما قسموش يا فندم لسه ما قسمتوش على المشاعر ما عملناش فرد وتجنيد ماشي شكرا يا استاذ محسن اتفضل اولا هو بيقول دخلوا على انهم ايجار هل هو بيتقاضى قيمة إيجارية منهم ولا لا هو الظاهر ما بيتقاضاش يرفع دعوة اسمها إنهاء استضافة لأنهم هم استضافهم على سبيل الاستضافة وهم مش هيقدروا يضربوا عقد يعني زوروا عقد
بمعنى أصح، أو إن هم عقد إيجار أو عقد تمليك، وإذا زوروا يمكن الطعن عليه بالتزوير، وثابت إني لما يروح قسم أبحاث التزييف والتزوير إن العقد مزور. تمام. فبالتالي إن هنا هو هم دي اسمها طرد من العيل، لأن السؤال اللي قلته سيادتك طرد أو الإخرة، طرد من العيل لانتهاء الاستضافة. انتهاء الاستضافة. وحتى برضو الدعوة دي يا فندم هتقطع التقادم اللي هو خايف منه الأستاذ محسن. التقادم لسه 15 سنة علشان يتملكها، دي 6 سنين، وحتى صحيح. 15 إلى يوم. وإذا كانت في أي منازعة بينهم يقطع التقادم. صحيح. أي منازعة أي دعوة أي إجراء قانوني بيقطع، حتى إنذار على يد محضر يقطع التقادم. أهم حاجة أستاذ محسن زي ما قال سيادة المستشار، لازم تتخذ أي إجراء قانوني يقطع التقادم. نمرة 2 ترفع الدعوة إنهاء الاستضافة. إنهاء الاستضافة بس. تمام. لازم ينذر في الأول أني أنا استضفتكم في العين كذا كذا كذا، وأنا أرغب في انتهاء الاستضافة والإخلاء. تمام. قبل رفع الدعوة. تمام يا أستاذ محسن، يبقى أول حاجة لازم إنذار. الإنذار ده بيوضح النية في إنهاء الاستضافة. نمرة 2 ترفع دعوة إنهاء الاستضافة. إنهاء الاستضافة. تمام. الأستاذة دميانة مساء الخير. مساء النور. أنا بس عندي سؤال للمستشار. تفضلي. هي أنا عملت يعني المحامية بتاعتي عملت جنحة امتناع عن تسليم الميراث، خدوا أول درجة سنة كل شخص يعني منهم، كنت رفعهم يعني على أشخاص تانية يعني، خدوا كل واحد سنة وغرامة يعني مالية. في الاستئناف خدوا براءة عشان ما فيش دعوة مدنية، وتحديدا حددها يعني ان دعوة مدنية اي دعوة مدنية او فرز وتجنيد. بعد كده انا من كام يوم كده قريت في الاخبار يعني ان حكم نقض كده نزل، إن ممكن يأيد قاضي النقض الأحكام الجنائية عليهم. هل دي معلومة صحيحة ولا معلومة غلط، ولا هل يعني بدأت تطبق في المحكمة ولا لسه ولا إيه؟ أنا مش عارفة، فأنا بس بسأل المستشار هل دي بقت سارية يعني دلوقتي، ولا هو القانون لسه مش معدل ولا إيه؟ مش فاهم. ده القانون الخاص بإيه يا فندم؟ اللي هي جنحة الامتناع بالنسبة للميراث. ميراث. ده امبارح حضرتك قريت الخبر ده؟ ايوه بالظبط كده. تمام. كان على قنوات كده الفضائيه قريت الخبر كده ان في محكمه النقض حكمت حكم وفقا لحكم المحكمه الدستوريه. بالظبط كده. ايوه، فانا عايزه اتاكد بس من المعلومه، هل دي ساريه فعلا؟ تمام ماشي، شكرا لحضرتك يا فندم. اولا ان هو يعني حكم المحكمه الدستوريه قال مش ضروري الفرز والتجنيب. هو في طعن على الحكم اللي هو المواريث، ان تجريم عدم اعطاء الشخص ميراثه او امتناع عن تسليم الميراث. تمام. فقضت المحكمه الدستوريه برفض هذا طعن، لان يجب تسليم الميراث الى صاحب. جت محكمه النقض وعرض عليها موضوع زي كده، طعن على ايه؟ حكم ان صدر من محكمه الاستئناف بتغريمهم كل واحد 10,000 جنيه، 100,000 جنيه. ده هي القضية اللي هي نشرت امبارح. تمام. 100,000 جنيه كان في حكم الاستئناف. جت محكمة النقض غلظت العقوبة وتصدت للقضية وقالت من حق الشخص انه هو وأيدت الحكم الجنائي. ده غلظت العقوبة. يعني عطت 200,000. يعني هو يا فندم برضو علشان يبقى الأمور واضحة، إنه محكمة الدستورية قالت مش لازم الفرز والتجنيب، إن دايما الشخص اللي هو واضع إيده ومش بيدي للباقي الورثة مطمن إنه هياخد براءة علشان الفرز والتجنيب ما تمش. أيوة الشخص لا 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 ضرورة للفرز والتجنيب. للفرز والتجنيب أو التقسيم. حتى لو كانت الملكية على المشاع، ده قوانين الميراث. أنا وأنت في ميراث وأنت ممتنع أنك أنت تديني ميراث، بس أنا أعمل الإجراءات القانونية في الأول وأنذرك بإني تسليم الميراث. يعني حضرتك يا أستاذ دميانة لازم تعرفي الخطوات اللي هيقولها سيادة المستشار قبل ما ترفعي الدعوة، اللي هي إيه يا فندم؟
ان لازم تثبت اني الاعيان دي سواء كان عقارات او كانت ارض هجيبها تحت يد الشخص. اول حاجه لازم انه تطمني الناحيه دي. النقطه الثانيه لازم اثبت ملكيتي للشيء دي اللي هي الاملاك دي اللي هي ملكيه فيها. نقطه ثالثه انذره بتسليمي، شرط اساسي واذكر فيه الاعيان دي واذكر فيه حدودها ايه وبياناتها ايه وملكيتها ايه. تمام. والا طبعا هيبقى دعوه مجهله وبالتالي ممكن الشخص ياخد فيها براء. يعني ده فعلا حكم لمحكمة محكمة النقض صدر مؤخرا وهو تأييد ما حدث. وبالنسبة للحكم المحكمة الدستورية، المحكمة الدستورية قالت مش لازم يتم الفرز والتجنيب علشان يتم رفع الدعوة وتنفيذ الحكومة. هو فرز وتجنيب ليه؟ لو فرز وتجنيب يبقى أنا خدت نصيبي، لكن ده على المشاع وهو واضع إيده ممتنع. بس أنا إجراءاتي أنا لما لازم تكون سليمة يبقى أنا في الحالة دي إني أنا أخذ حكم على الشخص. تمام. لكن إجراءات مش سليمة فبالتالي ياخذ براءة. طيب إذا لنا نخرج الفاصل، بعد الفاصل نكمل موضوعنا. أعزائي المشاهدين فاصل ونتواصل مع حضراتكم.